ديكلاراسيون ديال القجاء من الرجالات ديال المغرب، ناصر بوريطة، عمر الهلالي، فوزي القجاء، الناس ديال الستينات قادمين بقوة. رئيس الجامعة المغربية. مستمر لهذه التدورات وهي فرصة وهذه حقيقة. نتقدم بالشكر الجزيل لشركائنا وفي مقدمتهم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اللي واكبت البطولة الوطنية والكرة الوطنية رغم كل الظروف وكل الصعاب. هنيئا لفريق الوداد البيضاوي بطبيعة الحال، وتتويج فريق البيضاوي فريق الوداد البيضاوي بشيء غريب عنه، وفريق خلق من أجل الألقاب. فرصة أيضا لتهنئة فريق الرجاء الرياضي فريق البيضاوي الثاني. مبروك بيضاوة. أعتقد أنه بشكل عام الفرق الوطنية تبذل مجهودا عليها أن تستمر في هذا المجهود لضمان استمرار على المستوى الوطني أولا لتحسين المنتوج، ولكن أيضا على المستوى القاري لضمان استمرارية في الفوز بالألقاب وإجراء إن شاء الله فرحان سوبر مغربي خالص هنا بمركب محمد الخامس في السنوات المقبلة القليلة، خالص بين الفرق المغربية ويكون حفل مغربي خالص. وأعتقد بأن المجهودات المبذولة من كل الأطراف تسمح لنا أننا في السنوات المقبلة وفي الوقت المقبل أننا ندخل في هذا المسار نتاع أننا ناخذ الريادة نتاع الكرة الأفريقية بامتياز. معلم أكيد أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مشهود لها مجموعة من الإنجازات على مستوى البنية التحتية، على مستوى تقنين، وكذلك وضع مجموعة من يعني المساطر القانونية إلى غير ذلك، ونجحات كذلك الجامعة في هذه الأوراش هذه. شنو هي الأوراش اللي مازال إن شاء الله الشغلة الجامعة بنزرتي لا فامي ديال بنزرتي ودوليا كرة القدم الوطنية بطبيعة الحال؟ وهذه الأوراش اللي تحدثت عليها الآن أننا يعني دعم المؤسسات للفرق ودعم الحكام للفرق وتحسين المنتوج الوطني واحتلال الريادة وتحسين البنية التحتية هي أوراش ابتدأت، ولكن علينا جميعا أن نتابعها خلال ماشي السنوات المقبلة يعني القريبة، ولكن في الأمد المتوسط، لأن بلادنا أعتقد خالصا أنها يعني بظروفها وبحبها لكرة القدم وبشغفها لكرة القدم باستطاعتها أنها تكون يعني في 15 أو 10 البلدان الأولى في العالم كرويا. وهذا ماشي ودائما كنقول ماشي غالي أن الفريق الوطني المغربي اللي في المغرب شارك في كأس العالم وينرز، وبالتالي فعلينا أن نكرس ونجتهد لتكريس الأمور إيجابية، أن نصحح السلبيات، أن نناقش، أن ننتقد، ولكن الهدف واحد هو أن المغرب يكون في مثل مياغري وقيلان. شكرا لسيرة موفقة إن شاء الله، في انتظار رئيس فريق الوزراء.